السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد فهمي من قناة ليدر شيب. النهاردة معانا عصارة برتقان براون 20 واط، ما بتشتغلش. لو دوسنا عليها المفروض إنها دوسة بسيطة كده بتبدأ تلف. طبعا الموضوع مش شغال، فهنبدأ نفكها مع بعض إن شاء الله نوصل لها حل. تابعوا معانا. طبعا هي مقفولة بمسمارين من تحت، معلش بقى هي مطربة شوية بمسمارين نجمة. احنا فكينا المسامير وهنبدأ نشيل الغطا بالراحة كده عشان نشوف ايه الداخل. ده الموتور ودي مجموعة التروس اللي هي الجير بوكس. خلي بالنا من السوستة دي اللي ممكن تقع. هنفكه دلوقتي ونقيسه ونشوف ايه الدنيا. دي مجموعة أطراف الموتور، المفروض إن الأطراف الموتور دي بيبقوا فيه اتنين ملفين، عبارة عن ملفين، اتنين كوبري اتنين مقفولين مع بعض وواحدة أرضي وواحدة كهرباء. فهنشوفه ونقيسه واحدة واحدة كده. دلوقتي هنبدأ نكشف على الكابل أو الفيشة مع الأطراف الأساسية. دي موصلة، أحيانا بيبقى في قطع في الكابل من غير ما نشوفه، طبعا طبيعي معانا كده بس ايه من غير بزر. الميجا بتتهز عشان كده بتقطع معانا، هنربط عليها شوية ونشوف. بس هو كده الكابل سليم. هنبدأ نفك الموتور لأن الموتور عبارة عن اتصال، مش رباط مسامير، لأ هو عبارة عن اتصال لطش. مسمارين هما ماسكين الموتور. ده المسمار التاني ودي أطراف الموتور زي ما احنا شايفين. ده ملف ودول ملف، مفروض في كوبري بين الملف بداية ونهاية، بعد كده أرضي وكهرباء. هنقيسه ونطمن الأول الموتور سليم إن شاء الله. هنقيسه ملف ملف. ده كده أول ملف، بيقرا معانا طبعا، الملف مش هيقرا معانا بزر كده باين. عشان بصور لوحدي فسامحوني بقى. يعني كده اقرا الملف الاولاني وكده الملف التاني. اقرا برضو تمام. احيانا بيبقى في مشكله في نقط التلامس، هنا نقط التلامس دي بتبقى مشكله كبيره، ما بتبقاش لمسه في اطراف الموتور. المجموعه دي قافله مع بعض، دي ارضي ودي كهرباء، دي ارضي ودي كهرباء، او العكس، لان ده 220 مش هتفرق معانا.
دول كوبري ودول ارضي وكهرباء. فاحنا بنحرر على الاطراف بتاعتها كده شوية، بنشدها، لكن كتروس بتلف خفيفة مفيهاش أي مشاكل. نقط التلامس هنا، مفتاح شغال، فهنحاول نجمع كده ونشوف الدنيا فيها ايه. ممكن تكون اطراف التلامس هي اللي عاملة المشكلة مش قافلة مع بعض. لو في نقطة فاصلة طبعا هتفصل معانا الدايرة بالكامل. لازم نخلي بالنا احنا بنركبه الترس بيبقى فوق كده، يعني الموتور اهو خش على بيقعد على الترس، وليه بنزين غير المسمارين اللي احنا هنربطهم دلوقتي. خلي بالنا لان اطراف السلك الملحومه بتاعت الملفات صغيره جدا، سلك يعني ارفع من 9 من 10 من ملي. مسمار، ده المسمار التاني، نحاول بقى ايه نجرب نحطه في القاعدة بس الأول عشان ممكن ايه نقطة التلامس دي تضيعنا. هو ليه مجرى بيسقط فيها مع الكابل كده، نحاول نوصل. بسم الله. الحمد لله كده ايه تمام، الموتور طلع سليم، وهي نقطة التلامس فعلا زي ما احنا قلنا هي اللي فيها المشكلة. هنجمع ونجرب، بس للأسف ما عنديش برتقان بقى، هنجرب بيه، هنجرب على كده. لما الغطا الترس ده ليه قاعدة هنا جوه الترس التاني، ولما بضغط عليه لتحت بيلمس الترس الأولاني بيضغط على الزرار، الزرار اللي هو ده. فهنوصل طبعا، هو بتلفش بالايد طبعا عشان ده فيه مجموعة تروس، ولازم اتأكد ان اماكن المسامير مظبوطة. نركب بس على الرباط كده، ربطنا المسامير. نجرب تمام. ان شاء الله كده تمام. كده بتشتغل شمال ويمين ان شاء الله، يعني عزمه جديد. عصاره براون دي نمبر 1 حاليا، زي طبعا في رمضان في سوري معلش في الشتاء بنحتاج كلنا البرتقال. طبعا هي نمبر 1 في مصر حاليا، في غيرها كتير طبعا موجود، مش هقدر اقول هي نمبر 1 بس، يعني في عصارات كتير. وكده بقى وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا، وما تنسناش في اللايك والشير. يعني حاول تعمل لايك عشان يوصل لغيرك وغيرك يستفيد ان شاء الله. اشكركم على المتابعه ووصول معايا لنهايه الفيديو. كان معكم احمد فهمي من قناه ليدرشيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.